الرحيم. أبنائي وزملائي المحامين، أهلا بكم في مستهل أعمال المحاماة التي تبدأ بأداء القسم واليمين، نتمنى من الله أن تكون هذه البداية بداية توفيق وسداد لكم جميعا، ونؤكد لحضراتكم أنه عام 2020 أو 2020 هيكون العام الأخير في قبول الدفعات مباشرة ابتداء من 2021 هتبدأ أعمال أكاديمية المحاماة اللي هي هتكون شرط للالتحاق بنقابة المحامين، وهيكون أيضا هناك اختبار الانضمام لنقابة المحامين اللي من يجتاز فقط سوف يلتحق بالنقابة. ما يعنيني في هذه الجلسة هو أن أؤكد لحضراتكم أنكم مقبلون على مهمة صعبة، مهمة كبيرة، ليست يسيرة، تمثل أعباء نفسية وأعباء مادية وأيضا جهد عصبي، لأنك معني بالالتزام. عندما تدخل المحاماة فأنت تدخل مرحلة الالتزام بمجموعة من الواجبات والضوابط والقيم اللي لو خرجت عنها تخرج عن طائفة المحامين. الالتزام اللي احنا بنخاطب بيه حضراتكم هو التزام بالمحاماة، التزام برسالة المحاماة، التزام بقيمة المحاماة، الالتزام بقسم المحاماة، وهو قسم عظيم لو تدبرتم تفاصيله لأدركتم أنكم مسؤولون مسؤولية كبيرة يجب أن تؤهلوا نفسكم أو أنفسكم عليها وإليها، لأنها تعني بوابات كثيرة من الالتزام. البوابات الموضوعية فيها هو الالتزام بالتعلم والتثقف وتنمية القدرات المختلفة في القانون بكل الوسائل، بالدراسات العملية والدراسات النظرية، بالمحاكم، بالاطلاع، بالسؤال، بالبحث، بالتدقيق، كل هذه مسائل أنت معني بها لكي تؤهل نفسك موضوعيا. ليس فقط التأهيل الموضوعي القانوني وإنما أيضا التأهيل الثقافي. المحامي صاحب الفرصة الأكبر في التفوق هو من يكون لديه حجم من الثقافة العامة أفضل من زملائه وأقرانه. لا يعني المحاماة أنك تنكب فقط أنك تدرس القانون. القانون وحده لا يكفي. لا يكفي لكي يخلق منك محاميا جادا ومتفوقا وتمثل رقما في عالم المحاماة. ثقافة بمعنى أنك تطلع في كل شيء، تقرأ في كل شيء، في الأدب، في الرياضة، في الفضاء، في العلوم، في الرياضة، في كل شيء، من أجل أن توسع الأفق العام لكم في أداء واجباتكم. ده يديك قدرة أكبر على الإجادة وعلى التجويد وعلى التفوق أيضا عن الآخرين. الأمر الآخر أو البوابة الأخرى من الالتزام بوابة الالتزام المظهري الشكلي، المظهر الذي يجب أن يكون عليه المحامي فأن يحافظ على الالتزام بهذا الزي الكامل للمحامين، لأنه بدونه يتحول المحامي إلى شيء آخر مهما كان مستوى ما يرتدي. المحامي هنا معني الرجال معني هنا بالبدلة الكاملة بلا انتقاص، محدش يقول أصل كرباطة مخنقاني أصل الدنيا حر، لكن أيضا
المحاماة مع مين؟ بحد أدنى من الحشمة والالتزام بقواعد الاحتشام اللي يحميها من أن تكون محلا لأي عدوان، العدوان البصري أو الذهني اللي ممكن يتصرف الآخر. أنا لا أقصد عدوانا مباشرا، ولكن أقصد عدوانا ذهنيا، حتى إنه يتصور إنك حتى مش محامي من مجرد اللبس، من مجرد الزي. زي الحالة البشعة اللي حدثت في المنصورة في اليومين اللي فاتوا. المظهر كان سببا في تحريض ذهني بشع حقير متدني، لكنه في النهاية حدث، حدث بعوامل مشتركة. أنا لا أقول هذا لتبرير أفعال، ولكن أقول أن هذا نموذج لتطور العدوان الذهني. يعني لأنه مسألة يعني فضلت تتركب لغاية ما وصلت إلى ما يسمى بالتحرش تقلقنا أو الإهانة أو سماع لفظ لا يجوز أنها تسمعه. الاحتشام بالنسبة لنا احنا مش مطلوب مننا ان احنا نقول حضراتكم لا نقاب ولا حجاب ولا غيره، التزام بان تحافظي على مظهرك بالشكل اللي ما يخليش جسمك مكشوف او ناقص او ملتصق او غيره من الملابس التي يمكن ان لا تكون مؤهلة للعمل. ده بتنفع في البيت، تنفع في اماكنك الخاصة، لكن ما تنفعش في اماكن العمل. دي القيمة اللي احنا حريصين عليها، لانه ما ينفعش المحامي يبقى في مظهره اقل. انتوا عندكم في قضيات موجودين، ما ينفعش المحاميه تبقى اقل في مظهرها من القاضيه في مظهرها. ما شفناش على المنصه قاضية لابسه عريان او لابسه اشياء ملتصقه او شفافه او يعني مصاحبه لمسائل ما لهاش معنى في الالتزام بالعمل. فالتزامها ده انتوا مش اقل منهن، يعني انتوا زيهم بالضبط، زي المحامين مش اقل من القاضي ومش اقل من الوكيل النيابي. ما ينفعش في مظهره يبقى اقل، غير مقبول هذا الامر. واللي بيستشعر نفسه انه اقل ما ينفعش يبقى معانا، ما ينفعش يبقى محامي اصلا، سواء كان محامي او محامين. اللي شاف نفسه ينفع اقل من كده، اقل من القاضي او اقل من القضيه، يمشي. مش عايزين واحد، احنا عايزين ناس تعتز بنفسها وتعتز بالمحاماه اللي هي بتنتمي اليه. ايضا البوابة الثالثة للالتزام هو الالتزام الأخلاقي المرتبط بالاحترام، إنك تحترم نفسك. احترامك لنفسك هو المقدمة لاحترام الآخرين ليك. ما فيش حد لا يحترم نفسه يحترم أحد، لأنه هو أصلا بيترخص ويتباسط وعن نفسه، خلاص ما حدش يحترمه. ومن مظاهر عدم الاحترام لنفسك انك تحاول ان تجرح الاخرين او تسيء للاخرين او تتجاوز مع الاخرين او لا تحترم الاخرين. مظهر احترامك لنفسك هو ان تحترم الاخرين. لو ما احترمتوش تبقى مش بتحترم نفسك. انت تبقى بتقدم نفسك عرضه للتشفي والانتقام ولرده الفعل التي قد تكون اسوأ في هذا الامر. وبالتالي احترامك لنفسك هو البوابة. الاحترام هنا مش معناه انك بس تحترم الكبير وتحترم الوجيه وتحترم الناس العظيمة، لا. الاحترام تبدأ تحترم كل الناس، الصغير زي الكبير، لازم تحترم كل الناس. ما ينفعش مثلا تبقى محترم معك، يعني تحترم اللواء والعسكري تتعامل معه بغير احترام. ده يبقى نفاق، ودي مش قيمة احترام، دي مش قيمة ناس تعتز بنفسها ولا بقدرها، لا، انتوا اعلى من كده. وبالتالي قيمه الاحترام قيمه كامله متكامله، ما ينفعش فيها تجزئه. ايضا احترامك لنفسك لا يعني انك او لنفسك لا يعني ان انتوا تتنازلوا عن المسافه اللي يجب ان تكون بينكم وبين الاخرين. لازم يبقى في مسافه. المسافه دي هي اللي بتحميك. بتحمي قامتك وقيمتك ووزنك وقامتك وقيمتك ووزنك. لما ترخصنا في التعامل مع الاخرين وأزلنا المسافات، كلما زادت المشاكل وزاد الامتهان. المحامي أو المحامية اللي يهزر مع الموظف أو حتى مع قاضي أو مع زميله بشكل غير لائق بالقطع بيلغي المسافة التي تعرضه للإهانة.
تعرضه لرد فعل. خلاص انت قابلت انك تهزر مع الموظف وتقول له كلمه فيقول لك كلمتين، ما ينفعش تشتكي بعد كده وتقول انه انا تم العدوان علي. لا، انت الذي اجازت للاخرين ان تجاوزوا عنك، فلازم تحافظ على هذه المسافه. المسافه دي مش معناها العلو ولا الكبر، حاشا ان اقول لكم هذا، لكن المسافه دي هي التي تحافظ على احترامك لنفسك وعلى قيمتك وعلى وزنك. انا اعتقد انه خلال معهد المحاماه اللي انتوا هتدخلوه، واللي انتوا اصلا مرتبطين بسنتين في القيد، اذا تجاوزتوهم هتخرجوا من نقابه المحامين وهتعودوا بقيد جديد اذا توفرت فيكم شروط القيد الجديد. يعني ما عادش في فرص الامتداد اللي كانت موجوده في القانون السابق. النهارده في تعديل حدث في 2019 في اغسطس بيقول ان مده التدريب سنتين. يبقى انتوا لازم تبقوا حريصين ان خلال السنتين تؤهلوا انفسكم بالالتزام بالمعهد المحاماه والالتزام بالتدريب الكافي لكم في المواعيد من اجل ان تصلوا الى التدرج المطلوب، والتدرج الذي نتمنى لكم الى اخر منتهى.